اليوم كان الافتتاح ديال المعرض السنوي للعمران اكسبو في نسخته الوطنية. اذا لقاء مهم لان تنقدموا كل البرامج والمشاريع اللي تتعمل بها مجموعة العمران على الصعيد الوطني، والبرامج يعني العمومية اللي تنقوموا بها لصالح وزارة السكنة والتعمير وكذلك الجماعات الترابية. وفي نفس الوقت كان تقديم ديال العرض ديال المجموعة في كل أنحاء ديال المملكة. إذا كاين الشركات ديالنا اللي تتمثل الجهات 12 ديال المملكة، وكاين الاستقبال ديال كل المواطنين اللي بغاو يتعرفوا بهذه المنتوجات، كان في الميدان ديال السكن وكذلك ديال الأنشطة الاقتصادية. وكما تشوفوا كذلك كاين شركاء ديالنا من الأبناك تشاركية، كان الموثقين، كان واحد العدد ديال الشركاء اللي تاي يواكبوا العمليه ديال الشراء. وفي نفس الوقت تكون واحد النقاش على مساله مهمه لبلادنا، اما وهي التهيئه الحضريه رفيعه للتنميه ديال الوطن، خصوصا ان المغرب تيعرف يعني واحد الارتفاع ديال نسبه التمدن، وخص تكون واحد السياسه اللي تتوجد هذا الاستقبال ديال المواطنين اللي يجيو المدن. ومجموعة العمران رهن الإشارة يعني كل الجهات باش تشتغل في هذا الميدان. إذن هذه واحد المعرض اللي كان فرصة باش نعطيهم انطلاقة جديدة للقطاع العقار، وباش يمكننا نشتغلوا على المستقبل، خصوصا بعد الحوار اللي نظمته الوزاره ديال القطاع ديال اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، واللي تيهدف انه نجيبوا اصلاحات في قطاع التعمير، لا بالنسبه للوثائق ديال التعمير ولا بالنسبه للترخيص ولا بالنسبه للعقار ولا بالنسبه للفاعلين، واللي ايضا تيهم ايضا السكن ديال المغاربه والجوده ديالو والكرامه اللي يمكن يضمنها لهم، وكذلك ان يكون في متناولهم وبالمساعدات اللي يمكن تقدمها الدوله خصوصا الفئات الهشه. اللقاء ديال اليوم ديال العمران هو لقاء كيطرق الموضوع يعني واسع شاسع، وفي نفس الوقت هو اني، لان كيطرق الزحف العمراني، كيطرق كذلك التغيرات اللي كيعيشها العالم والمغرب بالخصوص، واللي كتعيشها الجهه ديالنا حنا كجهه اللي معروفه بالقوه العمرانيه ديالها، يعني بواحد النسبه الكثيره، لانها تقريبا 80% من الساكنه هي ساكنه مدنيه، ومازال هذا الرقم يعرف ارتفاع. وبالتالي يعني طرح اشكاليات التعمير من خلال يعني منظور شامل، وكذلك منظور ديال لا ديورابيليتي، الاستدامه والإدماج، هو يعني في محله في هذا الوقت هذا، لأن كاين تغييرات ديال الحاجيات، كاين تغييرات مناخية، كاين تغييرات ديال يعني الضغط المائي اللي يعني اللي كاين واحد الشح المائي هذا، ثم الطاقة أكثر فأكثر تكلفة، وبالتالي ضروري أن يكون هناك رؤية جديدة اللي كتاخذ بعين الاعتبار اولا الحاجيات المواطن، ثانيا اطار العيش بما فيه العمل، بما فيه الرياضه، بما فيه الترفيه، بما فيه التربيه، بما فيه الصحه، واللي كتاخذ بعين الاعتبار كذلك نوعيات الحاجيات اللي هما كاين، يعني الحاجيه ديال لا الحاجيه التقليديه والحاجيه العصريه، وكاين مغاربه العالم اللي كيجيب واحد منظور جديد حتى هنا. دونك كنظن على ان الموضوع اللي مطروح اليوم هو موضوع جد حديث واني، ودعا كاين اقتراحات، ولكن كاين خصو تعميق وكذلك تتبع، لان افكار جايه اللي مهمه واللي كتطابق مع النموذج التنموي اللي نادى به جلاله الملك، ولكن كاين خصو تفعيل وبرمجه. المشرف المشرف على المهام اللي فيها تكتير قبل وفيها تكتير تفعيل، لأن في الاختصاصات ديال الجهة كاين البيئة، كاين التنمية الاقتصادية والشرعية، كاين التنقل إلى غير ذلك، كاين الثقافة،
وبالتالي من خلال هذه الاختصاصات القطعيه المشاكل نحن مجبرين اننا نلعب الدور ديالنا اولا كمخططين لان بدايه التخطيط اللي كنتكلموا عليه كينطلق من شيما ريجيونال اللي لازمو تتعلم دير فيها نسخه اللي كيعطي واحد التصور على 25 سنه ديال كيفاش غيكون هذا يعني ما لازمو تتعلم في المخططين.